طيب كمان عشان نطمن جماهيرنا كمان على المنتخبين الوطنيين، سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، لانه منذ قليل الكابتن شوقي غريب اعلن قائمه المنتخب الاولمبي اللي بتستعد لخوض باذن الله دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو. القائمه ضمت عمر رضوان ومحمد صبحي ومحمود جاد وعمر صلاح ومصطفى شوبير لحراسه المرمى، يعني كابتن شوقي واخد خمس حراس مرمى ما شاء الله، واخد كمان اسامه جلال، احمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، محمود الجزار، محمد عبد المنعم، عبد الغني محمد، كريم فؤاد، حسن علي، احمد عيد، العربي بدر، عمار حمدي، احمد هاني، اكرم توفيق، امام عاشور، يوسف الجوهري، احمد سعيد، احمد الندري، محمود نبيل، فوز الحناوي، عبده يحيى، احمد عبد القادر، ابراهيم عادل، صلاح محسن، ناصر منسي، اسامه فيصل، فادي فريد، وطاهر محمد طاهر. استوقفك حد من الاسماء؟ طبعا. اولا لما تيجي تبص القايمه بتضم ايه؟ أي. بتضم احمد رمضان بيكهام، محمود الجزار، عبد المنعم، ثلاثة في مركز الستوبر في مرشحين لمنتخب بقوة لمنتخب مصر الأولمبي. هذا يطمئنك عشان الناس بس ايه ما تقعدش معاك كل شوية ايه ليها طلبات، ساعات بتنسى احنا عندنا مين. لما تشوف كمان العربي بدر، عمار حمدي، أكرم توفيق، وبعدين استوقفني بقى لازم استوقفنا انا وانت احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ما شاء الله، المفاجاه اللي ما كانش حد شايفها. رغم ان انا من سنتين ده معار من الاهلي يا جماعه، ده بيمثل حاجه كبيره جدا لمستقبل الكوره ان شاء الله. من سنتين او ثلاثه كان بالنسبه لي انا لا كان حاله، لانه يعني كان عايز اخد تجربه بره، ويا ابني جدد، طب روح وتعالى، وفي الاخر راح جرب ورجع النادي الاهلي عشان يظهر ابداعات ما كانش حد ملتفت اليها. هو عنصر من العناصر، عارفين موهبته من الاول في قطاع الناشئين، لكن تطوره بالشكل ده ربنا يعني حتى من المعارين يا باشمهندس عشان الناس تبقى فاهمه، احمد عبد القادر لاعب الاهلي المعار، كمان عندك 11 عنصر ولا عمار حمدي، واخد بالك، ومحمود الجزار، والعربي بدر، دي العناصر المعاره اللي هتمثل اضافه قويه جدا ان شاء الله للنادي الاهلي. طيب طبعا. كابتن حسام البدري كمان وهو بيستعد بالمنتخب الاول لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كاس الامم الافريقيه، المباراتين هيبقوا 25 و29 هذا الشهر، اختار القائمه بتاعته النهارده فيها 8 لعيبه من النادي الاهلي، مضاف اليهم احمد ياسر ريان اللاعب الاهلي المعار لسيراميكا. قائمه الكابتن حسام البدري في المعسكر اللي هيبدا يوم الاحد ان شاء الله ضمت محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد بسام، وعامر عامر، وكمان محمد هاني، وعمر جابر، وايمن اشرف، واحمد ابو الفتوح، واحمد حجازي، ومحمود حمدي الونش، وعلي جبر، واحمد ايمن منصور، ياسر ابراهيم، ومحمد النني، وعمرو السوليه، طارق حامد، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، وتريزيجيه، ومحمد فاروق، واحمد سيد زيزو، واسلام عيسى، مصطفى فتحي، ومحمد مجدي قفشه، ومصطفى محمد، وحسام حسن، واحمد ياسر ريان، ومحمد شريف. 18 عنصر في المنتخبين ما بين معار وموجود في مع النادي الاهلي، بالاضافه الى بعض العناصر اللي هي عندها اصابات وكانت مرشحه للانضمام. الا يطمئنك هذا على مستقبل النادي الاهلي؟ طبعا طبعا. الا يطمئنك هذا على قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ الا يطمئنك هذا على ان الاهلي بيفكر اليوم وغدا عشان الناس ما تقعدش باستمرار تتصور ان اداره النادي الاهلي غافله وتنبهها؟ حلو قوي انك مشغول بالنادي الاهلي، وحلو يا سيدي كتر خيرك قول، بس وانت بتقول تبقى عارف ان عندك اداره بتفكر ومستمره ومش فايتها حاجه، و ما تفقدش ما تفقدش ايمانك ب ب ب ب ب بسياسه الاهلي عند حدوث اي كبوه طارئه. خلينا كلنا ورا النادي الاهلي متاكدين ان النادي الاهلي هيمر بلحظات يتعافى منها سريعا ليحقق الاهداف الكبرى. يحقق الاهداف الكبرى لانه سارت الامور على ما خطط لها.